انطلاقة بحجم المسؤولية. فمنذ الوهلة الأولى من إعادة تفعيل مكتب الشباب والرياضة بمديرية الحوطة، بدأت تدب الحياة من جديد في الرياضة، وبدأ الشباب يجدون متنفسا لمواهبهم. مبادرة تعد الأولى من نوعها تشهدها حواري مديرية الحوطة بعد سنوات من الركود. وهذا أول بادرة، أنا أعتبرها أول بادرة من أجل تنشيط المحافظة وإخراج الشباب من العزلة التي كانوا فيها. بداية الأنشطة الرياضية بمديرية الحوطة هي بمثابة البداية للقيادة الجديدة لمكتب الشباب والرياضة بالمديرية، ليبدأ قطار الأنشطة الرياضية ببطولة كأس 51 لذكرى 30 نوفمبر، مستهدفة في أول فعالية له 12 فريقا من أندية الفرق الشعبية في الحواري. هذا تعتبر النشاط كخطوة أولى لبقية أنشطة قادمة بإذن الله. استهدفنا فئة الشباب لكرة القدم، وهناك خطط أخرى لبقية الألعاب كالطائرة والخماسية وألعاب القوى وبقية الألعاب. المواجهة الأولى لهذه البطولة والذي تمكن من خلالها فريق قيصة من خطف 3 نقاط له إثر تغلبه على فريق عباس. الحمد لله اللاعبين لعبوا بجهد وقدموا مباراة جيد، ونشكر الله على الفوز هذا والنصر. بدأ القائمون في السلطة المحلية ممثلة بمكتب الشباب والرياضة بمديرية الحوطة يرون في كرة القدم طوق نجاة من الأزمات التي أسهمت إلى حد بعيد في توسيع رقعة الفرق والركود التي رافقت النشاط الرياضي خلال السنوات الماضية. مختار شعتل لقناة بلقيس من عاصمة محافظة لحج الحوطة.